من وقت ما شفت هدول البنات اللي بيحكوا مع الشباب اكثر من شاب، هدول اللي بيحكوا معي يا زلمات رحنا بعيد. قوم لساعتك بيرك خير شو في؟ لك قوم لساعتك بيرك، اختك هلا لقيتها بالحديقه مع شاب. شو؟ خير يا حبيبي، شو صاير معك؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، اتركها على ربك. اوف اوف اوف، بقي انت الشغله كبيره، شوفي احكي لي لشوفي. شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك والله. شو صاير معك؟ والله يا اخوي حبيت وحده كثير، تعلقت فيها، ضلينا حب سنة ونص، ضلينا مع بعض فترة طويلة، وعاهدنا بعض انه ما نكون غير لبعض، وانا حلفت يمين انه ما اخذ غيرها، ومن بعدها ما المس بنت، حبيتها من كل قلبي، ما كنت اقدر نام اذا ما انام على صوتها، ما كنت اقدر اشتغل اذا ما اسمع صوتها، كثير حبيتها، حبيتها لدرجة ويوم الجيد طلبت ايدها فهو رفضني ومنع عن الجهاز، وهلا ما عم بعرف كيف بدي اوصل لك. بحبها كثير، عم بختنق، اللي تقريبا اسبوعين ماني سمعان لا صوته ولا حاكي معه، اشتقت له لدرجه او هو حرمه من الجوال، حرمه من كل شيء يقدر اتواصل فيه معه، حرمني منه، مخنوق. شغلتك عويصة معناتها؟ علي الحلال، انت في مخك شيء يا زلمة، خلي يكون اكبر مثال هو انا لك يا زلمة. شو بك؟ انا بتعرف انا حاليا بحكي مع كم بنت؟ يعني اذا ما عم بحكي معها بحكي اقل شيء في عندي 6-7. طبق وكب يا زلمة، يعني بيجي وقت الجد، وقت اللي بتبوعدهم بقول لهم انا بدي اتجوزكم كذا، وقت بيجي وقت الجد بهرب منهم. والله يا زلمة ها؟ شوف هي بعينك، شايف شو عم تقولي؟ مالي فاضي له، ما برد عليهم، انا اللي بكبهم هون اللي بكبوني، وبعدين بتاخذ منهم اللي بدك اياه وبعدها تصرفهم، شو بدك اعمل فيهم؟ مو مثلك يا زلمه، هن بكبوك انت راقد وراهم بدل ما هن يرقدوا وراك. على الحلال انت في مخك شيء، يعني انت انسان مو طبيعي بحسك. يعني برايك هذا صح؟ لك يا حجي، بس انت هيك عم تضحك على بنات الناس، ترى حرام. لك ما بصير هالشيء، بتغلط تساوي وبالاخر لما بتجي وقت الجد بتهرب، ما بصير. البنت وثقت فيك، انا هي البنت حبتني وامنت لي، انا اجي اخون امانتها واغدر فيها واتركها تخلى عني؟ لا والله انا ما تعلمت هيك، بعدين انا عندي خوات بنات مثل ما انا، ما برضى حدا يعمل خواتي هيك، انا ما برضى اعمل بنات الناس هيك. لك يا زلمه، انا اخواتي البنات بيعملوا مثل هدول ليش؟ بيحكوا مع شباب مين ما كان؟ نحن عنا عادات حبيبي، نحن عنا ممنوع البنت تطلع لبرا لحالها، ممنوع تحكي مع شاب اذا ما يكون خطيبها او جوزها. شو مفكر انت؟ مفكرهم مثل هدول البنات اللي بيحكوا معك ومعي؟ يعني في شيء بمخك انت؟ انا ما بعرف، انا ما راح احكي، انا ما دخلني فيك، بس انا بالنسبه لي حبيتها كثير، عشقتها وردتها بالحلال، بس ابوها ظلمني وظلمها، بعدنا عن بعض. انا ردتها بالحلال، انا لما حبيتها ما نهار فكرت فيها بالعاطل، كان كل تفكيري فيها اني اتجوزها ونأسس عيله ونكون عيله كويسه ويجيب منها ولد بيشبهها. لك شيل عنا يا بكره، مثل ما حبتك بتحب غيرك، معناتها بكره انت وياها تتجوزوا بتاخذ وبتعطي مع غيرك وبتحكي مع غيرك، يعني مثل ما حكيت ما بتحكي مع غيرك. شو بك يا زلمه؟ بضل اعلم فيك؟ اسمع مني هالكلام يا محمد، هدول البنات مو تاع جواز، هدول البنات بس للتسلاي، خذ مني وكب البحر. لا يا احمد لا، ما كنت متوقعك هيك، لا مو كل الناس هيك، نحن عندنا حريم ونخاف عليهم. انا بكفي اني انا حطيتها في بالي بالحلال وبس، هذا بكفي. ممكن يجيوا شباب مثل حكايتك كتار ايه يضحكوا عليهم، بس انا بالنسبه الي ردتها بالحلال، وبكفي انه كانت نيتي صافيه تجاهها، بس ابوها خرب علينا. عاليتك هاي خربت كتير ناس، خربت كتير بنات كمان من ورا هيك تفكير، في كتير ناس مثل حكيتك بتخرب عقول البنات وبتخرب جنس البنات اصلا. بتعرف انا ليش هيك؟ لك بتعرف انا ليش هيك؟ من وقت ما شفت هدول البنات اللي بيحكوا مع الشباب اكثر من شاب، هدول اللي بيحكوا معي يا زلمات رحنا بعيد.
قوم لساعتك بارك. خير شوفي. لك قوم لساعتك بارك، اختك هلا لقيتها بالحديقه مع شاب. قوم شو؟ حد دخول بركض شباب. عيزني يا زلمه، روح اطلع روح. هيك فرصه. سكوا معي سكوا شوي معي يا زلمه، والله العظيم. هدي بس اللي وين؟ بس اللي وين؟ روح اسمعني شوي. لك شو اهدى يا زلمه؟ اسمعني شوي. هيك ما بنحل الامور، هيك بدل ما تحلها بتخربها. روح خلينا نروح ناخذها بعقلانيه ونحل الامور وما نورط حالنا بشي ما لنا فيه. احمد روح بروح شوي خلينا نفهم منك. روح ايه خلي عينك عليه هنا تمام، وين ما يروحوا بخبرك على التليفون اول ما اجي. ماشي يلا سلام. احمد انت هيك بدك تخربط الامور كلها. لك انا خربت الامور؟ لك خليني اروح اطلع بروح من الاثنين. خليني اروح اقتلهم من الاثنين. لك شو تذبحهم؟ لك شو تبلي حالك؟ لك تقتل اختك وتقتل الزلمه وتروح على السجن؟ لك لسه بدي اطلع بروحهم. عم تفهم يعني شو يعني بدي اطلع بروحهم؟ انت هيك عم تخرب بيتك وبيتهم. ابن الحلال بلكي هذا الشاب رايده بالحلال مثل ما انا كنت رايد هاي البنت. بلكي ما كل الناس مثل حكايتك. بلكي هالشاب مو مثلك. بلكي مو مثلك. شفت شفت ان وسخنتك وين وصلتك؟ هذا كله انت السبب. كما تدين تدان. انت اكلت وسخت مع بنات الناس. ان شاء الله يا رب هالشاب ما يكون مثلك. ادعي لربك يكون تفكيره وعقله مثلي ما يكون وسخ مثلك. هلا الحل الوحيد هو انه نروح. لسه عم تقول لي حل. لسه عم تقول لي حل. اسمعني احمد روح. نحن بنروح هلا بنمسكن. ركز معي خليني احكي. بنمسكن وبناخذنا اقرب شيخ نكتب كتابه صلى الله وبارك. بلك الشيخ بده اياها بحلال. خلي نروح نفهم منهم. ومثل ما قلت لك الحل الوحيد انه يستروا على بعض، يستر عليها وما يكون وسخ مثل حكايتك. اهم شيء قوم معي هلا وغز الشيطان. مالك نفسك لا تعمل هيك ها؟ انتبه تتهور احمد انتبه، والله بتودينا مشاكل كثيره. خليني انا اتصرف. خلص مشي معي. انا تركت هاي النهايه لحتى كل واحد فيكم يتخيل بطريقته ويتوقع شو راح يصير. كتبونا بالكومنتات كل واحد شو بتخيل وشو بتوقع يصير بعد هذا الموقف اللي صار. بتمنى منكم اخواتي يكون وصلتكم الرساله وتكونوا فهمتوا العبره من هذا الفيديو. شاركوا الفيديو مع اصدقائكم وحطوا لايك للفيديو، دعمكم بفيدنا وفيكم نكبر. لا تنسوا المتابعه على الصفحه والاشتراك في القناه. تحياتي لكم، السلام عليكم.